الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية. يعد الدكتور شومان واحدا من أبرز المساهمين في المجال الإعلامي أكاديميا. أسس كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية في مصر عام 2016، كما أسس المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق عام 2009. حصل على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الدراسة في الجامعة البريطانية، وذلك من جامعة لندن ساوث بانك يونيفرسيتي. حاصل على جائزة الدولة في التفوق في البحوث الاجتماعية لعام 2016. نشر له 18 كتابا في مجال دراسات الإعلام والرأي العام ومناهج البحث، من أبرزها الإعلام الهيمنة الناعمة وبدائل المواجهة، البحوث الكافية في الدراسات الإعلامية، الإعلام المصري من الثورة إلى الدولة. له الكثير من الأبحاث العلمية في مجال الإعلام أيضا، فله بحث عن إعلام المواطن في مؤتمر تكنولوجيا الاتصال والإعلام الجديد، بحث عن دور الإعلام في التصدي للظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات، دراسة بعنوان الصور المنشورة عن غزو العراق في الصحف العربية والدولية، دراسة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة في خطاب الكاريكاتير في الصحافة المصرية.